يوضبون ما تيسر لهم من ممتلكاتهم على مضض، ويمشون بتثاقل من شمال قطاع غزة المحاصر إلى جنوبه عبر ممرات سمتها إسرائيل آمنة على خط الجبهة. مشهد وصفه النازحون بنكبة التهجير الجماعي للفلسطينيين عام 1948. تطفيج الناس طبعا على المدارس، طبعا للموضوع تخويفهم للهجرة اللي احنا قاعدين اليوم قاعدين بنشوفه، هي برنامج هجرة، هذا البرنامج الهجرة الثانية بسموها. دمار وموت، ايش الوضع برانا يا خالتي؟ دمار وموت الوضع. موت ودمار الشعب. هذه التغريبة الفلسطينية الثانية للشعب الفلسطيني. أكثر من هيك ايش بدهم العالم؟ الآلاف تحركوا جنوبا على طريق صلاح الدين من مدينة غزة، وهو طريق الخروج الوحيد للمدنيين الفارين من الحصار المشدد عقب تكثيف إسرائيل حملتها الجوية والبرية. النازحون الفارون قالوا إنهم رأوا جثثا على جانب الطريق، ما أثار رعب البالغين والأطفال على حد سواء. وفي الطريق من هول ما رأيت الشهداء على الطرقات مرمية أجثاء أجسادهم، والدبابات حولهم وحولنا، دبابات الاحتلال حولهم وحولنا. ولا تزال نكبة فلسطين عام 1948 حين هجر الفلسطينيون من منازلهم محفورة في ذاكرتهم. الكثيرون عبروا عن مخاوفهم من أنهم إذا أجبروا على ترك منازلهم الآن فلن يسمح لهم بالعودة أبداً مثل أسلافهم. أنا إلي 3 ساعات بامي، هاي داري، هاي داري على ظهري يا زلمة، داري على ظهري حملها، اترحلنا، انتكبنا، ربعي مش عارف وين، اللي راح راح، مش معروف لسه اللي جاي إيش.